وللحديث أكثر حول تحركات الأسواق العالمية التي تكتسي باللون الأحمر جميعها بالنسبة للأسواق الأوروبية حتى الآن، ينضم معنا من دبي رائد حامد الخضر، كبير الاستراتيجية الأسواق في مجموعة إكويتي جروب. أهلا بك رائد. الخبر الأبرز الذي كانت تتبعه الأسواق خلال جلسة اليوم هو قرار بنك اليابان المركزي وتثبيت معدلات الفائدة عند المستويات السالبة كما كانت في الفترات السابقة. كيف هي التحركات التي شهدناها بإيجابية على الين خلال هذه الجلسة؟ طبعا ارتفاع الين سالي كان نوعا ما بنتيجة انه في انا عندي قلق مستقبلي مع نهاية ولاية كورودا. رئيس البنك المركزي الياباني بمثل هذه الخطوة التي تم اتاحتها اليوم او اتخاذها اليوم، يمكن القول بأن المستقبل يتجه إلى إمكانية أن يكون هناك أسعار فائدة أعلى من الحالية. يعني فتح المجال نوعا ما للمساومات أو للتأويلات أنه نحن راح يكون في عنا أسعار فائدة أعلى. لماذا؟ لأنه أول شيء كان في عندي تحكم البنك الياباني المركزي على عكس باقي البنوك المركزية حول العالم مع وجود أسعار الفائدة السلبية، هو يتحكم ب نطاق العائد على السندات الحكومية، وبالتالي عندما يبدأ يستخدم هذه الأداة بشكل محدود يقلل من إمكانيته باستخدام الأداة الأسعار الفائدة. بالتالي هذا ممكن يضع عبء إضافي على البنك المركزي الياباني إنه الأدوات بدأت تقل فعاليتها في الآونة الأخيرة، وهذا نوعا ما يتيح المجال مستقبلا انه يكون في عندنا رفعات في اسعار الفائده. ارتفع الين امام الدولار الامريكي على الرغم من الابقاء على سياسه تحفيزيه، ولكن نحن ضمنيا هذا يعني نفاذ الادوات التي يمتلكها البنك المركزي الياباني لتحفيز او للاستمرار او الحفاظ على سياسه تيسيريه مستدامه من قبل البنك المركزي الياباني. طبعا السبب الرئيسي في ذلك لانه لا تزال على الرغم من كل الظروف لا يزال يقبع الاقتصاد الياباني تحت الضغط انخفاض يعني مستويات الطلب الداخلي والاستهلاك الداخلي في اليابان، وهذا كان احد الاسباب الرئيسيه انه التضخم في اليابان مرده الى انخفاض شهيه او مستوى الاستهلاك والانفاق في داخل اليابان، ومن هنا يتم معالجه من خلال السياسه التيسيريه او السياسه النقديه التيسيريه المستدامه بشكل كبير جدا. طبعا نحن كمان نريد أن نذكر بأنه سبب ارتفاع الين تراجعات موجودة على أداء الدولار الأمريكي أمام معظم نظرائه في الآونة الحالية. نعم رائد، يعني كمان شهدنا خلال جلسة تداولات هذا اليوم الأسواق النفط ترتد للمنطقة الحمراء في هذه الأثناء، ولاحظنا حالة التذبذب التي شهدها خام برنت، كل ما يلامس مستويات $80 يرجع ويكسرها مرة ثانية. هناك العديد من العوامل المتضاربة حتى الآن لتوضيح مسار أسعار النفط في الفترة المقبلة. إلى متى سنستمر فوق مستويات $80 في الفترة المقبلة، وما هي العوامل التي ستدعم هذا الأمر؟ يعني أعتقد هي آلية توازن سالي، آلية توازن يتم تفعيلها بشكل واضح في أسواق النفط، وحتى المستثمرين في أسواق النفط أصبحوا ميالين أكثر إلى أن يكون هناك النزعة المركزية، يعني تعود الأسعار لتتحرك حول محور $80 للبرميل بشكل أكبر، وأنه تكون مستقرة عند تلك المستويات. لأنه إذا انتبهنا يعني بتسلسل الأحداث، كل ما كان لدينا يعني ضعف في أسعار النفط نلاحظ أنه حديث أوبك بلس يتسارع وترتفع اللكنة تدريجيا لزيادة التخفيض، كل ما كان عندنا انخفاض بأسعار النفط ارتفاع بأسعار النفط نبدأ بالحديث عن الركود الاقتصادي المحتمل في بعض الاقتصادات حول العالم. الأسعار تتجاذب بشكل سريع لإبقائها يعني في منطقة محورية عند $80 للبرميل، وأعتقد تلك المستويات تعكس يعني سعرا عادلا لكل من المنتجين والطالبين في الفترة الحالية، وذلك يحقق استقرار لأسعار النفط عند هذه المستويات حتى نهاية تعاملات العام وحتى يعني مطلع الربع الأول من العام القادم. وأي حديث عن أنه النفط سوف يناور فوق مستويات $100 للبرميل أصبح بعيد بشكل كبير جدا،
وذلك مع ترسخ الصورة بشكل سلبي أكثر للعديد من الاقتصادات، من الاقتصادات الأوروبية والبريطانية، إلى أنه نحن متجهين إلى ركود اقتصادي بدأنا نعيشه بالأرقام الفعلية في العديد من القطاعات. وأيضا الاستمرار بالسياسة النقدية الحالية سوف يودي بلا شك، لأنه نحن عم نتجابه التضخم، فأنت راح يكون في عندك مشكلة النمو الاقتصادي المتراجع والوقوع في الركود الاقتصادي. فإذا لم يتم تحقيق الهدف الأول بلا شك النتيجة الغير مباشرة للركود ستكون فعلية، وهذا يدفع الطلب إلى المستويات أدنى على النفط في الفترة القادمة، وبالتالي بين 75 دولار إلى 80 دولار البرميل بالنسبة للـ WTI أعتقد هي المناطق الممتازة. نعم. والمناطق الاستقرار. صحيح رائد، يعني عودة قوة الدولار اللي عم نشهدها أيضا كان انعكاساتها واضحة أيضا على أسعار الذهب واللي بيستقر الآن دون مستويات الـ 1800 دولار بالنسبة للأونصة. هاي المستويات النفسية بالنسبة للذهب إلى متى لربما سنشهدها فوق هذه المستويات بالفترة المقبلة وأيضا على مشارف العام المقبل، وخاصة أن المستثمرين بيكون هناك نوع ما يعني عزوف عن الاستثمار في الأصول عالية المخاطر، لربما هذا سيدعم أيضا التوجه نحو الذهب برأيك؟ حقيقة كل ما ارتفعت عنا أسعار الفائدة، كل ما تم خنق الاستثمارات ذات المخاطر المرتفعة بشكل أكبر. طبعا هذا الدائرة الاقتصادية أو بالدورة الاقتصادية نحن نقترب أكثر مع مخاوفنا من الركود، مع مخاوفنا مع وجود أسعار فائدة أعلى تقل الرغبة بالمخاطرة ويتجه وتتجه بشكل أكبر إلى خزانات قيمة مثل الذهب على سبيل المثال، اللي ممكن يحقق عندي بالفترة القادمة استقرار. أنا أقول ممكن يكون ميال أكثر إلى مستويات 1850 دولار البرميل، لأنه الأسواق تسعر مستقبلاً وتستعر مسبقا الأحداث التي يمكن أن تأخذ مكانها في السياسة النقدية، لأنه نحن اختربنا بشكل كبير بالسياسة النقدية من القمة، وبالتالي المستقبل هو أسعار فائدة أقل أو على الأقل أنه استقرارها عند قمة نوعا ما إلى فترة قصيرة، ولكن مستقبل أسعار الفائدة إلى مستويات أقل، وذلك يتم ترجمته في الأسواق على أنه قيمة الدولار الأمريكي راح تكون أقل وأعلى للأصول والسلع، وبالتالي ذلك يدفع أسعار الذهب على وجه التحديد لمستويات أعلى ممكن أن تناور فوق مستويات 1850 دولار للبرميل. كل الفترة التي كانت فيها الذهب تحت الضغط وهبوطه من مستويات قرابة 2000 دولار للأونصة كان سببه أنه تسعير مستقبلي لأسعار فائدة أعلى. الآن نعيش أسعار الفائدة الأعلى وننظر إلى أسعار فائدة مستقبلية قد تكون أدنى، بالتالي يجب أن يبدأ الذهب أيضا بالدورة الاقتصادية الخاصة به ويعود إلى الارتفاعات مرة أخرى فوق 1900 دولار للأونصة. نعم رائد الخضر كبير الاستراتيجية الأسواق في مجموعة إكويتي جروب، شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل.